الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. الحمد لله الذي جعل في كل زمان بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى، ويصبرون منهم على الأذى، ويحيون بكتاب الله الموتى وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجهالة والردى. فكم لإبليس من قتيل قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس، وما أقبح أثر الجهال عليهم. ينفون عن دين الله تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين، فهم منارات الأرض، وورثة الأنبياء، وخيار الناس، ودعاة الحق، وأنصار الدين، يهدون الناس إلى معرفة الله وطاعته، ويبينون أحكامه وشريعته، ويوجهون العباد إلى الخير والصلاح. يستغفر لهم من في السماوات ومن في الأرض. ولا عجب أن يخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن استغفار أكبر المخلوقات في البحر الحوت، وأصغرها في البر النمل. فالحوت في البحر والنمل في الجحر يستغفرون لأهل العلم، فما بالك بمن بينهما من الدواب من الأحجام الأخرى. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. تضافرت الآيات والأحاديث بفضل العلماء. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هم أهل خشية الله حقا، إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور. أشهدهم الله على أعظم حقيقة، وهي التوحيد. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. هم الذين بيّنوا للناس الحلال والحرام، فهم كالنجوم في السماء، وكالدواء للداء، وكالضياء في الظلماء، سبب السعادة وأهل الشهادة. فهم شهداء لأنهم يشهدون لله بالوحدانية، ويشهدون كذلك بشرعه وأحكامه. منار سبيل الجنان، وأقرب الناس إلى الديان، وأعدى أعداء الشيطان، لأنه لا يستطيع أن يلبس عليهم. هم في الخير قادة، وفي الهدى سادة، يقتدى بأفعالهم، وتتبع أقوالهم، وتقتص آثارهم، وترغب الملائكة في مجالسهم، وبأجنحتها تحفهم، وكل رطب ويابس يستغفر لهم. فكفى بذلك شرفا وفخرا. ما الفضل إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، وللرجال على الأفعال أسماء، وضد كل امرئ ما كان يجهله، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فقم بعلم ولا تطلب به بدلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. موت العالم ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء ما اختلف الليل والنهار. قال الله تعالى: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، والله يحكم لا معقب لحكمه. فما معنى ننقصها من أطرافها؟ ذهب ابن عباس وغيره من علماء السلف والتفسير إلى أن معنى ذلك ذهاب علمائها وفقهائها وخيار أهلها. وهذا أحسن ما قيل في تفسير الآية،
حتى قال ابن عبد البر: تلقاه أهل العلم بالقبول، أي هذا القول. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالماً اتخذ الناس رؤوساً جهالاً، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. رواه البخاري رحمه الله. عباد الله، لقد فجعت الأمة والعالم الإسلامي بموت حبر من أحبار الإسلام وذهاب عالم من علمائه، وهو الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله رحمة واسعة. هذا العلم الذي شرح الكتب وكان مفسرا وفقيها محدثا ومربيا عظيما وعالما جليلا وأبا حانيا ونحويا وأديبا وقدوة وإماما كبيرا، الذي بذل حياته في العلم محتسبا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ذابا عن السنة، خصما لأهل البدعة، نفع الله به نفع الغيث وأشد، وعلمه في الآفاق، وتتلمذ على يديه وتخرج من تخرج من أهل العلم والفقه والقضاء، وقد دفن بوفاته علم غزير. قال عمر بن أبي عمار: لما مات زيد بن ثابت رضي الله عنه جلسنا إلى ابن عباس في ظل، فقال: هذا ذهاب العلماء، دفن اليوم علم كثير. ولا شك أن أفئدة المؤمنين تحزن لرحيل الشيخ وأمثاله من الأعلام الكبار الذين مضوا من قبله أيضا، فالعين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا أيها الشيخ لمحزونون. لم يكن فقيد أسرة ولا قرية ولا مدينة ولا قطر ولا إقليم، ولكنه فقيد للأمة بأسرها. فما كان قيس هلكه هلك واحد، ولكنه بنيان قوم تهدم. رحل وقد قارب 80، في حياة قضاها في العلم والتعليم والدعوة والعبادة. جلس للتدريس 10 سنين، ودون المؤلفات النافعة، وتولى الإفتاء، وظهرت صنائع المعروف على يديه. يعود مريضاً ويصلي على جنازة ويشيع، وهكذا يجيب الدعوة. لم يكن له حجابون ولا بوابون، كان سهل الاقتحام رحمه الله، يسعى في قضاء الحاجات، ولا يجد فقيراً في مكان إلا أعطاه شيئاً. أهكذا البدر تخفي نوره الحفر، ويفقد العلم لا عين ولا أثر. خبت مصابيح كنا نستضيء بها، وطوحت للمغيب الأنجم الزهر، واستحكمت غربة الإسلام وانكسفت شمس العلوم التي يهدى بها البشر. لئن رحل جثمانه فإن علمه باق في هذه الدروس المسجلة والكتب المشروحة والفتاوى الممهورة. موت التقي حياة لا انقطاع لها، قد مات قوم وهم في الناس أحياء، ورحل قوم وبقيت آثارهم وتصانيف العالم أولاده المخلدون.